شكرا سيد الرئيس. اليوم 21 ديسمبر 2013 في عود نبداو نناقشوا معناها الميزانيه نتاع 2014، قاعدين نناقشوا في مشروع قانون ميزانيه تكميلي ل 2013. علاش؟ على خاطر المصاريف المبرمجه في ميزانيه معناها 2013 كانت اكثر من المداخيل، والمصاريف فاتت التوقعات ب 1.8%، والموارد الخارجية معناها المقدرة اللي هي ب 5017 مليون دينار تحصلتوا كان على 3730 مليون دينار، وهذا اللي خلى الحكومة تلتجأ إلى أموال الأجيال القادمة. مش معناها أجيال قادمة وقت نقولها، خاطر هذه الأموال هذه اللي تحصلنا اللي دخرت معناها بعد التفويت في نسبة من رأس مال الاتصالات تونس، كان من المفروض أن يبعث بها صندوق الأجيال القادمة، وهذا مؤسف جدا، مؤسف جدا خاصة وقت اللي نعرفوا اللي المصاريف هذه مشات في النفقات وما مشاتش معناها في برامج التنمية، وهذا ندل على شيء بين اللي عدم وجود منهجية موضوعية في طريقة إعداد الميزانية، وهذا احنا قلناه لكم في ديسمبر 2012، لأن الفرضيات اللي وقع على أساسها معناها اعتماد الموارد الميزانية بتاع 2013 كانت واهية وغير واقعية، وهذا يبين اللي فما غياب رؤية صحيحة في تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي، وهذا اللي في الحقيقة اللي أدى اليوم إلى تراجع غير مسبوق للترقيم السيادي في تونس. والحل اللي لقاته الحكومة وإلا البنك المركزي اليوم هو توقيف الترقيم السيادي من ستاندرد أند بولز. هل ما نعرفش هل أنتم واعون معناها بخطورة وتداعيات هذا القرار؟ احنا نتسائلوا كيفاش يتجرأ وتاخذوا القرار هذا. النقطة الثانية تتعلق برسملة البنوك العمومية. ما فهمتش انا ما كفاش، وهذا يظهر لي ناقشناه معناها ضخ الاموال اللي صار في لشركه تونسيه للبنك في 2012 و2013 واليوم نزيدوا معناها للبنوك العموميه. اين نتائج التدقيق الشامل اللي من المفروض وقع استكماله وتقديمه نتائج للمجلس الوطني التأسيسي؟ واحنا اليوم ما نفهمش وقت اللي في التقرير يقولوا راهو معناها التدقيق في البنك الفلاحي مازال ما بداش، وهذا بعد سنه. ما نعرفش الترفيع هذا ياخذ بعين الاعتبار معناها النتائج الاوليه للتدقيق، ام هو كالعاده ترقيع معناها باموال المواطن اللي يدفع معناها اليوم في الاداءات باش يغطي سوء التصرف في القروض الممنوحه من طرف البنوك العموميه والمشكوك في استخلاصها. اليوم راهو مش معقول باش المواطن في عوض معناها يلقى برامج معناها تنمية ولينا نطلب منه، وأحنا معناها كنواب يلزمنا نصادقوا باش البنوك هذه معناها تخلص المواطن يخلص الديون اللي في بقعة الناس اللي استنفعوا بها معناها. والله ما نفهمش معناها هذا، حتى يوجع شيء يوجع القلب، وأرجو من الحكومة القادمة إعادة النظر في مشروع الميزانية في 2014، وخاصة باش يكون معناها أولوياتها. وشكراً.